أشادت معالي السيدة فوزية بن عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للملف الإسكاني، وبجهود الحكومة الموقرة المبذولة لتلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين، مثمنة دور وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية في تنفيذ مدن البحرين الجديدة والعديد من مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي ساهم في توفير وتلبية آلاف الوحدات والخدمات الإسكانية المختلفة للمواطنين، مشيدة معاليها بحرص الوزارة على التواصل مع المواطنين والاهتمام بكل ما يتعلق بخدمتهم السكنية ومتابعة جميع الاحتياجات بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن مملكة البحرين تعيش زخما إسكانيا، وقد تم تأطير ذلك بخطط مدروسة لتنفيذ الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها معالي رئيسة مجلس النواب بمعية سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر لمشروع الإحنانية الإسكاني. وشهدت الزيارة تفقد عدد من الوحدات السكنية بالمشروع والاستماع إلى ملاحظات واحتياجات المستفيدين من تلك الوحدات. من جانبه أشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة معالي رئيسة مجلس النواب لمشروع الإحنانية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وقال الحمر إن وزارة الإسكان حريصة كل الحرص على الاستماع لكافة ملاحظات المواطنين ومتابعة احتياجاتهم الإسكانية قبل وبعد مرحلة تسليم المشروع الإسكاني للمنتفعين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا من أجل تطوير الملف الإسكاني. وقال إن الوزارة حرصت على تطوير خدمات الصيانة من خلال تنويع طرق التواصل مع الوزارة، والتي كان آخرها طلب خدمات الصيانة إلكترونيا. أود أن أشيد بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لملف الإسكان وأهميته، ويعني الدور اللي تقوم به الحكومة الموقرة في متابعة كل تطلبات ومتطلبات الناس بالإسكانية، والدور المتميز والمتابعة المباشرة من وزارة الإسكان لكل الاحتياجات اللي عند المواطنين وبناء المدن الخارجية والوحدات السكنية في كل محافظات البحرين. وأيضا اللي يلفت الانتباه واللي يجب أن نذكره بأنهم لا يعني ما يسلمون المواطن هذه الوحدة فحسب، إنما يتابعون موضوع الصيانة إلى ما يعني ما شاء الله من الوقت في كل التفاصيل. وإحنا اليوم طبعا في هذه الزيارة نقوم بترجمة حقيقية وفعلية للتعاون والتكامل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إحنا في وزارة الإسكان عندنا منظومة تواصل واتصال مع المواطنين، وفي زيارات وفي متابعة، وملتزمين حقيقة في أن نستقبل كل طلبات المواطن بل ملاحظاته ويصير عليها إجراء فوري. إنما طبعا بحكم الجائحة التواصل مع المواطنين صار بطيء، لكن إن شاء الله اليوم تواجدنا إحنا مع الأهالي أكدنا إن شاء الله أنه راح نزاول عمل الصيانة والأمور المطلوبة في أقرب وقت ممكن.